السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير وزي الفل ومرتاحين البال. الفيديو اليوم عن دبلوم السباكة، لو ليه اسم تاني في الدول العربية يا ريت حد يكتبه لنا في التعليق. السباكة هنا صراحة يعني برضو زي أي وظيفة الواحد بيبص عليهم شغالين برضو شغل هندسة، وهندسة عالية جدا وشغل ما شاء الله. إذا كانت سباكة في المطابخ أو في الحمامات أو في البناء، بيات البيوت كلها دلوقتي أنتم متخيلين حياتنا من غير سباكة ومن غير مية ومن غير حمام كان يبقى منظرنا عامل إزاي؟ إحنا ومن غير دش ومن غير بانيو يعني، أو من غير المجاري أو الصرف الصحي، إحنا كانت العيشة كانت هتبقى مش طبيعية يعني. فدي وظيفة مهمة جدا جدا جدا، للأسف هي طويلة شوية في سويسرا، هي 4 سنوات. لكن السباكة مع التطور دلوقتي ما بقتش بقت السباكة بس، لقت بقت يعني فيها حاجات كمان كتير. حتى دلوقتي كمان اللي هم بتوع الطاقة الشمسية، اللي بيركبوا الطاقة الشمسية فوق البيوت في سويسرا برضو محتاجين السباك، ومحتاجين الكهربائي كمان، ومحتاجين اللي هو الناس اللي بتعمل الضخ أو السقوف. فالسباكة بقت حاجة مهمة جدا جدا، وما شاء الله عليهم هنا ممتازين. 4 سنوات في سويسرا، المرتبات برضو في وقت الدراسة برضو بتكون عادي، اللي هي من 900 في الشهر أول سنة، وهو يوم واحد بس بتروح المدرسة. ممكن يعني في أول سنة ممكن تاخد 1000 فرنك، السنة التانية 1200، بعدين السنة التالتة 1300 في الشهر، شهريا. المرتبات دي شهريا يا جماعة الخير. وفي السنة الرابعة طبعا بتاخد اكتر، بيبقى اكتر سنه بتدفع ممكن توصل ل 1500 1600 حسب المكان او الشركه اللي انت فيها. برضو هو كده النظام كده في سويسرا، لان سويسرا هنا كل جمايندا ليها يعني مختلفه. يعني انا ساكن هنا في جمايندا اللي هي الجمايندا اللي هي البلديه، ممكن البلديه اللي جنبي بينها وبينها 20 متر ممكن المحل اللي هناك يكون مختلف خالص عن المحل اللي هنا. وهي دي طبيعه سويسرا الفيدراليه، كل كانتون او كل محافظه ليها نظام، والكانتون بيبقى فيه بلديات وكل بلدية بيبقى ليها نظام مختلف. فما مش هقدر اقول لك الاسعار، لكن الكل عارف ان في حالة الدبلوم تبقى مرتبات ضعيفة شوية لحد ما تخلص ال4 سنين بإذن الله، يكون عمرك وصل ل20 سنة. تبدأ المرتبات في السباكة من 4500 فرنك إلى 5200 إلى 5300 في العام بعد التخرج إن شاء الله. تعالوا نشوف الفيديو الصغير ده ونشوف حياتنا احنا من غير ماء كانت هتبقى عامله ازاي. حياتنا من غير السباكه، السباكه دي حاجه مهمه جدا، وظيفه محترمه جدا. وزي ما بقول كل فيديو، اللي جاي سويسرا وداخل عن طريق شرعي باذن الله وبيشتغل في المهنه دي، حاول تترجم الشهادات بتاعتك. حتى لو انت شغال في محل صغير خليه يعمل لك حتى اي جواب ان انت بتعرف في الشغله دي بتفهم، لان السباكه دي برضو فن وشغل جميلة جدا. أتمنى لكم التوفيق، ويا رب الفيديو يعجبكم إن شاء الله. سلام عليكم.